EFM من تونس من الاثنين الخميس من مدي ساعتين المثلثة مع فايز العرفاوي على EFM أحلى راديو. يا فما احلى راديو، شكرا لكم على المتابعة. بداية أسبوع موافقة للجميع، هذه حلقة جديدة من برنامج من تونس، حلقة الاثنين 4 نوفمبر 2024. مرحبا بالجميع، شكرا لكم على الوفاء. اليوم باش نحكيو في حلقتنا على جربة اللي تم تصنيفها الوجهة المفضلة للسياح واحتفالية بمليون سائح. التفاصيل ناخذوها بعد مع مراسلنا. باش نحكيو زيد على استياد قبيلة شوية قرش في الحمامات، علاش ظهر بعد شوية زيادة. كيف ناخذوا منتصر الساسي بالهاتف اللي هو مراسلنا من نابل، باش نحكيو زيادة على مرأة تونسية وحيدة اللي امتهنت خدمة تعودنا بها عند الرجال، تعودنا اللي الرجال تخدمها، وهي تعليم سياقة الشاحنات الكبيرة، تنتعرفوا عليها بعد شوية. باش نحكيو زيادة على بلاغ وزارة المرأة اللي قاعد يدور على منصات التواصل الاجتماعي، هم مؤسسات الطفولة العامة والخاصة بمنع نشر صور الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي. شفناه عمناه والخرج، لكن تم تطبيقه أي ولا بدأ في دخل في حالة التنفيذ أي ولا نشوفه بعد شوية. وكان عندكم أنتم ما رأي بخصوص ظاهرة هذه الصور الموجودة على خليني أقول صفحات الكريش والغاردوري والمؤسسات التربوية الخاصة والعامة، كان عندكم رأي بالخصوص هذية، تنجموا تكلمون على 31 380 ألف. نبدأ مباشرة وين واحد من البحارة في الحمامات في مدينة الحمامات اليوم اصطاد نوع من القروش اللي يبدو انها ظلت طريقها بعد الأمطار الأخيرة، حسب ما أكدوا بعض البحارة المراسلنا في ولاية نابل منتصر ساسي. نعرفوا شنو الحكاية، شم جايب القروش اللي بحارنا، علاش ظهر التوى، أكثر تفاصيل قدمها لنا مباشرة. نرحبوا به جدا مراسلنا من ولاية نابل منتصر ساسي، أهلا وسهلا. طيب اهلا بيك، تحيه ليك، تحيه كل مشاهدينا ومستمعينا. بالفعل كما كنت تذكر بكري شويه، معناتها اقصى تقدير ساعه ونص التالي ساعتين جراماكس، واحد من البحاره وقت اللي كان رامي الغزله نتاعو كما يقولوا البحاره في خليج مدينه الحمامات، وين بالصدفه وهو يجبد في الغزله نتاعو، خاطر في الليل هما عاده يخرجوا ديما العشيه مع 6 8 نتاع الليل، يخرجوا يرموا الغزله ويرجعوا الصباح باش يجبدوه، الا انه تفاجئ بالرزن الكبير في الشبك. دونك تعاونوا البحاره مع بعضهم ولاحظوا وجود هذايا، خاطر الروايات بدات تختلف بين قرش بين كلب بحر كبير، لكن البحاره هما بحال ذاتهم حتى فرضيه انه يكون من عائله القروش، معناتها جائزه باش يكون كلب بحر كبير جائز، لانه المعطيات اللي خابته اللي هو يوزن اكثر من 145 كيلو، حد معناتها كنا حاضرين حتى على عمليه الوزن نتاعو، طوله اكثر من 2.35 متر سنتي على حد القياسات اللي قاسوها غاديكا في مرشي الحمامات. دونك عمليه اخراجه ما كانتش بالسهل، طلبت اكثر من 6 7 اشخاص باش تم رفعه معناتها من الخليج باش خرجوه للسياره اللي هزته للمرشي. العمليه كما حكينا مع البحاره لقدم شويه واللي يعرفوا عندهم الخبره، يعطيك الصحه. فما شكون قال انه ما اعتنيتيش الامطار الاخيره هذه، ويمكن يكون خاطر عاده البحر المتوسط ما فيش قرش معناتها من النوع هذايا، لكن امام معناتها الامطار الكبيره والسيلان، خاطر قال ثم حتى في البحر فما وديان كبيره معناتها تنجم يكون القرش هذايا مازال صغير، هذيك علاش ظل الطريق نتاعه وصل حسب البحاره منتصر، هو حسب البحاره ديما نقولوا القرش هذايا يعتبر من الصنف الصغير معناها والا متوسط. هو تو حسب البحاره اللي موجودين غاديكا والعبيد اللي قدم برشا في البحر يعتبر معناتها مازال صغير، هذايا مازال صغير، لكن ثم بحار اخرين قالوا انه كلب بحر هذايا كلب بحر كبير برشا، ويمكن نتيجه معناتها الانحباس الحراري معناتها اللي شهدته كل معناتها كل العالم، وقع ديفيرسيون في الريبير نتاعه، وهذيك علاش قرب للبلايص اللي يصطادوا فيها، بحكم انه يمكن يلوج على الحوت ويمكن نجم يكون تعب نتيجه زاد الامطار اللي كانت، دونك ولا يلوج وين ثم بلايص قريبه في الحوت تجمعات الحوت باش يمشي لهم يصدوهم. عموما معناتها كانت معناتها حاجه طريفه اليوم، وكانت الكل منظاره بالعمليه هذه، وكانت لكن ما ننساوش خطوره
قروش ولا تبقى تبقى ديما التقديرات والتحاليل الايجابيه، خاطر حاولنا نتصلوا بمعهد البحار ونعرفوا اكثر معلومات، ما فماش اجابه واضحه في الغرض، خاطر لنا يلزم اكيد انه فما مختصين في الامور هذه باش ياكدوا يندرا هل هو البحر يندرا هل هو نوع من القرش اللي يكون ماهوش خطير، نجم تكون ظاهره جديده. دونك عموما ما تعرف هذاك لي شونجمون كليماتيك توا ما عادش نفهموا حتى شيء، بما ان ولا نجم نشوفوا مع الاربع فصول في نفس النهار. دونك اكيد ان المختصين يمكن المده المقبله باش يوفونا باكثر تفاصيل، خاصه انه اذا كان ظهر نوعيه هذايا من الحوت الكبير، خطر حتى لو كان فرضا كان بحر كما حكوا لي البحاره راهو نجم يكون خطر معناتها حتى على البحاره بحد ذاته، من خاطر النجم لا قدر الله تعرف اللي البحاره يستعملوا الفليك يكسر الشباك، هم بطبيعتهم عندهم معاناه قديمه جديده مع لي دوفان في خليج الحمامات وحتى شويه من نابل، يقطع لهم في الشباك، اما هذا يولي حتى انه اختر عليه هو بما انه ينجم بالبوا اللي عنده والقدره معناتها البنيه الجسديه نتاعو ينجم يقلب، خاطر الفليك راه مش فليك كبار راه فليك صغار نتاع الصيد اكيد بالضبط نتاع الصيد صغار ومعناتها مازال بالامور التقليديه القديمه شويه ينجم يشكل حتى اختر على معناتها على مصالحهم وعلى انفسهم هم الحمدلله. اي شكرا لك منتصر، الكلمه ليك وقت اللي يبدا عندك جديد، وكان اتصلت بخبير بيان سور ديما نقولوا الخبراء هما اللي حدوا، سي فري كو ليكسبيريونس نتاع البحاره مهمه جدا وينجموا يعرفوا بخبرتهم هل كان هذا قرش ولا. دونك نتبعوا معاك الحكايه منتصر، تحيه ليك وتحيه لكافه مستمعينا في نابل. نمشيو من نابل الى جربه وين الوجهه اصبحت جربه الوجهه المفضله للسياح واحتفالية مرتقبة بمليون سائح لجربة وجرجيس. أكثر تفاصيل باش ناخذوها مع مراسلنا ميمون بن أحمد بعد الفاصل. إيفام من تونس من الاثنين الخميس من مدي ساعتين المثلثة مع فايز العرفاوي على إيفام أحلى راديو. ماضي ساعتين 21 دقيقة، مرحبا بكم، مرحبا باللي التحقوا بنا، تحية لكم وين ما كنتوا في ثنية للخدمة متاعكم ولا في وسط خدمتكم في البوز متاعكم تسمعوا فينا، تحية لكم إن شاء الله أنسينكم ونسينكم يا ربي، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. نمشي نعمل طلة الجربة، الوجهة المفضلة عندي الحقيقة، جربة هي زادة الوجهة المفضلة للسياح والعديد من السياح، وهناك احتفالية بمليون سائح. أكثر تفاصيل ينضم لنا مراسلنا ميمون بن أحمد، مرحبا بك ميمون. مرحبا بك يا فايزة، تحية ليك وتحية للتكيب اللي معاك الفضاء المباشر، تحية لأحلى مستمعين لأحلى راديو، راديو يا فايزة. شكرا لأنك بحثي مرة أخرى بالحب. عن حبك وعن الحب وعشقك لهذه الوجهة السياحية جربة جرجيس وخاصة جزيرة جربة. الحقيقة الحقيقة ميمون قبل ما نبدأ في الخبر اللي هو مفرح جدا بالنسبة لتونس ونحبه، هذه هي تونس اللي نحبوها، أنها تجلب السياح وتكون وجهة للسياح، وياريت الولايات الكل كما جربة، خاطر كل ولاية من ولايات الجمهورية فيها طابع خاص ميمون وتنجم تستقطب بطريقة أو بما السياح. الحقيقة جربة فيها هدوء وسكينة غير عادية، معناها أنت كي تمشي الجربة تحس بسكينة، يمكن احنا خاطرنا في معناتها في العاصمة وفما برشا حس وبرشا حركة نحسوا ياسر رواحنا ديما ستريسي، دونك جربة بالنسبة لنا هي مكان للأحلام، هي جزيرة الأحلام وهي مكان للأحلام. وهو كذلك وككل المنطقة السياحية جربة جرجيس، كي نحكيه على جربة نحكيه أيضا عن مدينة الزياتين الصغيرة اللي فيها عدد من الوحدات السياحية اللي تقدم في خدمات راقية على غرار النزل اللي موجودة في المنطقة السياحية بجربة، ومن حق أي إنسان يتوجه إلى هذه الوجهة السياحية ويستفيد بالخدمات الراقية ليس فقط داخل نزل. تحية للناس الكل اللي تشتغل في القطاع السياحي بالمنطقة السياحية جربة جرجيس من ولاية مدني، نقول كل الأطراف، نبدأ من الاستقبال في مطار جربة الدولي لسائقي سيارات التاكسي للحافلات النقل السياحي للمطاعم للملاهي لكل، طبعا ما ننساوش أيضا النزول، ما ننساوش أيضا لزوتيل دوت معناها لميزون دوت أيوة
معناها ديار تاع الاقامه فيهم كالطابع الجربي فيهم كالحاجات اللي تميز الجرابه هذيك. كل ميزون دوت عامله طابعها الخاص والحقيقه كذكير. انا نقول كذكير بالنسبه للسياح وزاده سياح من السياحه الداخليه والخارجيه ميمون زاده. وهو كذلك وهيك علاش وانت يعطيك الصحه في هذه الاشاره من السياحه الداخليه والسياحه الخارجيه وقريبا هذه الوجهه السياحيه مش تعيش على وقع السائح رقم مليون السائح رقم مليون. من ذلك وهي معطيات تمدنا بها هشام المحواشي المندوب الجهوي للسياحه جبل جليس من ولايه المدينه قال لنا اللي منذ بدايه السنه معناها العام هذايا 2024 الى غايه 10 اكتوبر 2024 وصل للوجهة السياحية جبل جزيز 941 ألف سائح، ما نزالوا 59 ألف سائح وهذا الرقم إن شاء الله قريبا يقع تحقيقه والمنطقة السياحية تعيش على هذا الرقم رقم مليون سائح إن شاء الله قبل نهاية السنة الحالية إن شاء الله يا رب. 2024 كذلك الأرقام هذه المفرحة هو ديما نقولوا مفرحة قضاوها 940 ألف سائح قضاوا 5,600,000 ليلة هذا مهم جدا هذه الأرقام وكما قلت تضافر الجهود. أنا أحكي على كل العاملين في القطاع السياحي لكن ثم أطراف أخرى متدخلة البلديات كذلك هناك جمعية ناشطة في المجال القطاع السياحي الأمن السياحي اللي يخدموا في البطاحات أيضا ما ننساهمش اللي يخدموا في مطار جرب الجزيرة الدولي هذوما الكل اليد في اليد قاعدين يعملوا باش يعطيوا صورة جميلة جدا الوجهة السياحية جرب الجزيرة ديما بلغة الأرقام صديقتي فإذا نقول لك في شهر معناها سبتمبر او اكتوبر شهر سبتمبر معناها المنطقه السياحيه وصلت نسبه امتلاء في العديد من النزول ل 100% في شهر اكتوبر ايضا فما نسبه امتلاء معناها اجمالا 90% في بعض الوحدات السياحيه وصلت 100% وفي هذا الاسبوع فقط في الويكاند هذا هناك بعض النزول اللي عندها طو ديكليباسيون معناها الغرف نتاعها كلها فيها سياح وبالتالي 100% برافو للناس الكل وايضا المهم في كل هذا ونحن في معناها نقولوا في الفصل الخامس في اربع فصول في العام لكن المنطقه السياحيه جرب الجزيرة ديما عندها فصل خاص بها طقس معتدل للناس ولذلك حتى لحد الان تمشي تعوم سواء في الشواطئ العموميه او الشواطئ اللي تابعه للنزول والأهم من كل هذا هو تواصل الرحلات المنتظمة والغير المنتظمة نحو مطار جرب الدولي وعودة الأسواق من السوق الإنجليزية. نهاية الأسبوع كانت رحلة منتظمة وبعد احتجاج تواصل أكثر من 10 سنوات آخر رحلة كانت من لانجلتير نحو مطار جرب الدولي كانت عام 2014 لكن عودة الرحلات المنتظمة في الويكاند اللي فات السبت اللي فات وإلى عفيفان كانت في قلب الحدث ومن المنتظر باش تصبح أربع رحلات من لانجلتير نحو السوق الإنجليزية مهمة جدا وهذا الكل يعطي أرقام أخرى ويشجع تدفق للسياح الإنجليز نحو هذه الوجهة السياحية. أنا نحكي على الأسواق دائما من منذ بداية شهر أكتوبر إلى منذ بداية شهر جانفي عفوا 2024 إلى 10 أكتوبر لو مارشي الفرنسي السوق الفرنسي دائما في المرتبة الأولى ب 227 ألف سائح. مهم جدا وأنت قلتها منذ قليل يعطيك الصحة فايزة السوق الداخلية الحمد لله السائح التونسي المواطن التونسي يحب يجي لجربة يحب يتمتع لجربة يحب يشيخ في جربة يحب يلقى الاجواء كالعاده طيبه. السوق الداخليه احتلت المرتبه الثانيه ب 200,000 سائح وهذا مهم جدا. السوق الداخليه في السياحه معناتها بالنسبه لجربه اي بالطبيعه للمنطقه السياحيه بجربه صديقي فايز 200,000 مواطن تونسي جاو
وقضاو اللي فاكونس نتاعهم او قضاو الايامات. وانا نضم لكم صوتي، نضم لك صوتي ميمون، ونحب نشجع على السياحه الداخليه، ونقول بما انه هي الثانيه علاش ليه، واحنا على ابواب راس العام ان شاء الله عام جديد ومبروكه علينا، علاش ليه ما نديرش نبرمجوا من توا باش نمشيو للجهاتنا الداخليه اللي الحقيقه جميله وغنيه وثريه جدا 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 بالثقافه وبالطبيعه وللبيئات مختلفه. ثم شكون يحب الاماكن الصاخبه نلقاو جهات فيها الصخب والترب وغيره، زاد ثم الوجهه كما انا نحبها كما جربه وغيره، فيها الهدوء الجميل وتخليك تعمل موعد مع نفسك. انا نقول ميمون مع نفسك وتقعد مع روحك وتراجع روحك وتعطي روحك حقها انها ترتاح. اكزاكتومون معاك والله صح عليك ميمون، والله نتبدلوا نحب ما بيا نبدلوا. انا لا لا هذا صح لي، راهو انا كيفي كيف غازور وجربه من اخذ انا قريبت لك كمان مقر السكن الرسمي في مركز الولايه في مدينه مدين، لكن بحكم الشغل وكل في الكل نتنقل الى تلك الوجهه السياحيه جربه جزيز ومرحبا بالناس الكل. حكينا قلنا السوق الفرنسيه لو بروميي مارشي 227 الف سائح، السوق الداخليه الثانيه 200 ألف سائح، السوق البولونية وأيضا حكينا على معناها فما وكذا أحفار في الأسبوع الفارط، أنا برشا حركية قاعدة تعيشها المنطقة السياحية في جرب الجزيرة بمناسبة أن نحييو الناس الكل أكيد أكيد المندوبية الجوية يعطيك الصحة ميمون. جرب الجزيرة على رأسهم في هشام المحوش وكان أكيد الناس أكيد الكل أكيد وأيضا الجامعة الجوية للنزل كذلك الجامعة الجوية وكالة العرب. أكيد ميمون شكرا لك خاطر اللي ضيق الوقت عنا. معلومة نحب نقولها لك، طبعا 100,000 وافد في السوق البولونية في المرتبة الثالثة وفي المرتبة الرابعة السوق 92,000 سائح. ميدا كل هذه النتائج حققت إضافة جهود، مزيد العناية بالنظافة هذه نقولها مهمة جدا. أي مهم جدا العناية بالنظافة والمحيط في المنطقة السياحية جرب الجزيرة، وإن شاء الله أنا نحب نشكرك برشا برشا على شكرا لك الوجهة السياحية ونلتقي قريبا مع إن شاء الله نلتقي في جربة إن شاء الله. شكرا لك ميمون بن أحمد، تحية لك وتحية لأهالينا في جربة في مدنين زيدا. نحب نقول هذا هو راهو على مقارب انتهاء السنة الإدارية الحالية، مثالش كنا ننظموا روحنا ونعملوا نعملوا برنامجنا كان باش نتفرهدوا بيان سور نمشيو إلى جهاتنا خاطر غنية كما قلت لك عندنا برشا أماكن وحسب الأذواق. الحقيقة 24 ولاية فيهم 24 طابع خاص، وأنا نشجع على السياحة الداخلية نبداو نبدلوا من رواحنا، مش كل حاجة من البرة راهي وإلا البرة راهي خير منا، لا تونس راهي عزيزة وغالية وغنية جدا. تحية لجهاتنا ولا 24 ولاية، تحية لأهالينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. أنا نحب نحكي اليوم من تونس سادة في من تونس على تونسية. تونسية بالنسبة لينا مرا ونص، على خاطر التونسية هذية اختارت تحدي، تحدي كبير برشا، ساعات يصعب على خدمة هي خدمة رجال كما نقولوا نحن، خدمة مخصصة للرجال، لكن هي اختارت انها تخدمها، اختارت انه تمضي حياتها وهي تخدم فيها، واختارت انها تكون الوحيدة تقريبا في تونس اللي تمتهن المهنة هذه. نحكي اليوم على نادية فارس، هي المرأة الوحيدة اللي في تونس تتعلم سياقة الشاحنات الكبيرة وامتهنت هذه المهنة من 2002. معنا عبر الهاتف، مرحبا بك مدام نادية. عايش مرحبا بك انت، عايش خاطرك. شكرا لك مدام نادية، تحية لك وتحية للناس ولا والنساء اللي اختاروا التحدي ويخدموا حاجة يقولوا احنا في مجتمعنا يقولوا انها ليست مخصصة للرجال. اليوم انت قبلت التحدي، قداش عندك تخدم في المهنة هذية اللي نحكيوا عليها، هي تعليم سياقة الشاحنات الكبير؟ اول حاجة شكرا على الاستضافة، نادية بوفيرس من أسيل سوسة. دونك المهنة هذه كمدير تعليم سياقة من 2002 واختصاص سياقة مدرب تعليم سياقة شحنات كبرى من 2004، أما نمارس فيها يوميا عندي تو 7 سنين.
أما لك من 2004 أنت مدربة متخصصة في السياقة، كيفاش يراوك العباد نادية؟ خلينا نحكي معاك على خطر أنت تعرف اللي شفنا وتعرضنا إلى نساء مثلا امتهنوا خدمة التاكسي، ثم شكون يرحبوا بالفكرة ويفرحوا بها ويعاونوها، ثم شكون الحقيقة ما تعجبوش الفكرة أنه يعني مرأة تدخل في خدمة متاع رجال حسب أنتخو جيميغ، فماش خدمة رجال ونساء، لكن هما يقولوا نحكي أنا على ردة فعل الانتوراج نتاعك. هو الحقيقه الاكثريه عجبتهم، معناتها ريت اني مدرب تعليم سياقه وعرضوني الشفره نتاع الكمين الكبار يبيبيولي اون ديغي شفره كيفهم هو، معناتها فرحانين بيا، معناتها يمكن فمي شي واحد تلقى مثال ما يحبش ولا ما عجبت. شنو يقول لك نادية؟ بون كذا مقابلني مثال يكشف بيده ولا حاجه، فهمت؟ اما الاغلبيه في الكيس ولا حتى سواق العربيات العاديه ولا حتى المترجلين، بالعكس معناتها اغلبيتهم يفرحوا، اغلبيتهم يعملوا لي هكا انتفاخ بيديهم، يشجعوني، الاغلبيه هكا قليله، نسبه قليله اللي رافضها الحكايه معناتها ولا مش قابلها. الأغلبية مرحبين ومشجعينك. كي حاولت وخممت أنك تمتهن المهنة هذه أكيد ما جيتش من فراغ، أكيد بعد تخميم كبير، داركم ش قالوا لك نادية؟ الوالد كان فرحان بها على الاخر، دونك احنا مسكين في دارنا، يعطيك الصحه، مسكين خاطرين بطبيعتي نسوق درجتنا اللي كبيره، دونك متعودين بيا اللي في الكياس، ونحب نحب التحدي، اي حاجه معناتها فيها تحدي وما فيهاش مراه نحب نكون انا ماذا بيا الاولى فيها، ونشجع البنات الاخرين، وديما ديما فرحانه بها معناتها اي نوع متاع سياقه متاع اي اونجان. دونك الوالد كان فرحان، اما من بعد كي دخلت في الميدان تاع الخدمه كان خايف عليا شويه. اكزاكتومون كيس يخوف خاصه في يعطيك صح، ومسؤوليه راهو شحنه كبيره مش كما عربه صغيره مش كما كهرباء، دونك فيها اكثر نقاط نتاع ما تراش فيهم، اكثر مسؤوليه تتلعب برشا حاجات، وقلت لك كان خايف عليا من رده فعل نتاع الناس، معناتها يقول لك بكشي يتبدلوا شعليها بكشي، لكن رياليتي ليه الحقيقه محترمين الناس، ما فهميش حتى حد معناتها قليله، نسبه قليله الحقيقه، باش نقول لك نسبه قليله باش واحد هكا مثال يعمل حاجه غير عاديه، اما الاكثريه الحقيقه مشجعين. متشجعين وماكش تتعرض الى نوع من ما نقولش انا نقول مضايقات وغيره. انت اي الجمعه اللي فاتت فما شكون بالموتور متعدي في جنبي، الحقيقه كانت مضايقه نتاعي وقاعد حزت في نفسي. شنو قال نيجي؟ كان خايف. علاش؟ خاطر انت تسوق في كاميونه كبيره؟ اي خاطر نعلم في راجل جنبي في كاميونه كبيره، رغبته ولا الله اعلم، الله اعلم. انا صارت لي مره بركه لا هذا مش هذا اللي نحبوا نشوفوه الحقيقه. انت كوراجوز وقبلت التحدي كما قلت انت، وخدمت امتهنت خدمه الحقيقه صعيبه، وربي يعاونك عليها، واكيد ربي باش يعاونك عليها خاطر انت تحبها. ما نجمو محليها كي نعملوا حاجه نحبوها، نمتهنوا حاجه نحبوها، نعطيو من عنا ونقبلوا التحدي. وانت نوعها هكاك بكبير، معناتها اكيد يخدم في حاجه يحبها يتقنها، وبس يمرر الحب نتاعو للعباد الاخرين، فهمت؟ معناتها يجيني اكزامبل كانديدا تلميذ باش يتعلم، اما هو مجبور باش يتعلم على خاطر الخدمه طلبته باش يتعلم. ما يبدو من بحذاه كان كي يولي يتعرفش، معناتها يولي يعشق الخدمه، يولي يجي يقول لي مدام وليت نحب الكاميون، راهو وليت تعجبني، كنت قبل نحس روحي مجبور. اكزاكتومون. يحبها القطعه اللي يخدم عليها. نيجي نحب نسالك، انت كونت عائله؟ أيني عندي ولدي وعمره 18 سنة. نحب جوست تحكينا، نحب نختم معاك بحاجة مزيانة. أنت كي جيت تعرس يظهر لي كنت متهن فيها ولا سوق كمان كمين كبار؟ كنت وقت عرست عندي الشهادة كان 2004 الحقيقة، وقتها ما انتهنتش معناتها خليتها على جنب، وبعد عندي 7 سنين من اللي وليت كنت كمان فيها كل نهار. وراجلك قبل الوقت ذاك؟ وقتها جاتني دي بروبوزيسيون يقول لي كان اني عندي نفس الشهاده نتاعك ما نراتيهاش، خاطر اني في الاول كان ولدي صغير كنت نبجل ولدي وداري على الخدمه هكاك بيان سور. وبعد معناتها بون اني الحقيقه تو المسيو كل واحد على روحه، اي مش مشكله، اما ولدي مثال هو تو يفتخر عامل جو معناتها ما تسوق وما تعلم ما تحسوا عامل عليها جو معناتها، حتى زملائي حتى في الدار حتى اصحابي
معناتها سوتو ولدي أي. ولدي ماما تسوق يحكي مع الاستاذة نتاعو يبداو بعض ساعات حتى كي نمشي لليسي تحس لي سورفيونت والاستاذة يعرفوني مع اني ما نعرفها اما هما تلمون يحكي عليا تحس ما يعرفوني معناتها فهمت دونك تحس حتى مش هما بركه مش نحب نفسر لك ناديه مش هما بركه فخورين بيك انا اخترت يذولي نحن نتحدث عليك الحقيقه انا زاده فخوره بيك ويذولي نتصور تونس الكل فخوره بيك ماهوش سهل برشا امتهان خدمه صعيبه شويه ومعروفه خليني نقول على الرجال فقط تحيه ليك ناديه وتحيه لكل كل امراه تونسيه قاعده تقبل في التحدي وقاعده تخدم تخدم وتحب الخدمة اللي تخدمها أنا نقول لك إن شاء الله من حسن لي أحسن إن شاء الله جي نهار بحذينا ونحكي أكثر في التفاصيل مرسي بكو نادية كنت معانا في هذه قصة النجاح الممتازة جدا نمشيو ديريكتومون الى كما قلت لكم في اول البرنامج نحكيو على شفنا بلاغات نتاع وزاره المراه بخصوص البلاغات هذيا بخصوص منع تداول الصور ونشر الصور على مواقع نتاع المؤسسات التربويه الخاصه شنو الحقيقه يا اخي تعاود عملوا بيان اخر تم تفعيله ولينا نذكروا عمناول تم اصدار القانون هذيا هذيا توت سويت الأستاذة ألفة بن برك نرحب بها برشا مرحبا بيك أستاذ عايشك مرحبا بيك وبكافة المستمعين كل مرحبا عايشك أستاذة شنو حكيت أنا ريتو برش في برشا باجيت الحقيقة وحتى يعني معتا دي جاردان دونفون هابتينو شو هو بالنسبة لنا احنا المدة هذه الكل كيف اللي هكا موضوعة كل ما هو إلكتروني ولا حتى أنذار بعد البيان اللي صدر على وزارة العدل واللي أكيد. طلبت فيه تفعيل القوانين اللي تمنع المس من النظام العام والأخلاق الحميدة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية دونك احنا ولا عنا جرائم الإلكترونية توا معناها كل حد يحب يعطي هكا فكرة من عنده يزيد حاجة من عنده أكيد ما ينجم يكون كان تفاعل المجتمع في الحاجة هذه علاش ظهر البيان هذوما خاطر انا دخلت على باج وزاره المراه ما لقيتوش اما نذكر اللي عملناه والصدر وتم منع الروضات من نشر الوجوه معناها شو هو ديما القصر راهم عندهم حمايه خاصه بيهم احكينا على القانون احنا بالنسبه للقاصر هو القاصر هو كل من شخص عمره اقل من 18 سنه وبعد ذلك يميز بين صنفين من القصر عندنا القصر اللي بين معناها من تاريخ ولادته الى 13 سنه بصفه ادق هذوكم اطفال غير مميزين وقصر معناها غير قاصر غير مميز في القانون واللي من 13 الى 18 يعتبر قاصر مميز واصبح له درجه من الوعي احنا بالنسبه لنا ديما في القانون التونسي يميز الطفل والقاصر بحمايه خاصه يعطيه له باش يكون محمي هكا الطفل هذاك من اي ممارسات قد يتعرض لها وتكون مهدده ليه في طفولته ونحن نعرفوا انه الطفوله معناها انسان غير مدرك لنتيجه افعاله فهمت دونك بالنسبه لنا احنا حتى توا معناها اللي حبيت نقوله انا انه ما يقع تداوله توا على المواقع التواصل الاجتماعي في انه راهو الاطفال لا يمكن تداول صورهم وما نعرفش ذاك في الإطار القانوني واضح لكن اليوم راه ما عندناش نص قانوني جديد صدر ما صدرش لا عندنا بيان لا تسون معناها هذوما معناها نقولوا احنا دي رومور اللي صادره على مواقع التواصل الاجتماعي أي. كل أي. حد يزيد وحده في لكن في القانون لكن موجود. في القانون موجود لكن شنو هو القانون الموجود احنا عندنا مرسوم 54 برينسيبالمون جاي وحكينا على جريمه استغلال الطفل في صور اباحيه مرسوم 54 سنه 22 حكينا على استغلال الطفل في جرائم الكترونيه القصد منها هو التحرش الجنسي واعطاء عقوبات 6 سنوات ومبالغ مالية طائلة كخطايا دونك هذه بالنسبة للمرسوم اللي أضاف إضافة إلى الحماية القانونية المستوجبة على القاصر زيدناها الظرف التشديد هذية بالنسبة للجرائم الإلكترونية دونك احنا اليوم ما عندناش نص قانوني جديد راهو النص القانوني هو جديد وقاعد يفعل بلي باش نسألك أستاذة في القانون عندنا اليوم خاطر نلقاو دي بارون الحقيقة يستعملوا في أطفالهم استعمال فاحش جدا في الإشهار
يشدوا بس يشدوا ولدها يبدا متقلق في الاشهار وهي تشدوا بالسيف يتصور مع كرتابه ولا ستيلو من نوع معين، اسكو يعاقب عليه القانون ولا لا؟ هو بالنسبه للقانون شو يقول لك؟ يقول لك استعمال الطفل في معناها تصور دون اذن وليه، هذيك اللي لكن وليه لكن كان وليه باذن وهي غير ماسه بالاخلاق الحميده ما فيهاش ما يعرض سلامه الطفل ذاك الى تهديد عادي. المهم يكون اما اخلاقيا هنا كي مش نحكيو عليها اخلاقيا هو اللي مش مستحب. زاد احنا ما ننساوش ان احنا في عالم رقمي بامتياز، راهو اليوم تونس ماهيش عايشه وحدها. يعني احنا ماناش عايشين في معزل عن بقيه الدول والا على التطور التكنولوجي الموجود. وبارفوا راهي بعض مثلا المؤسسات التربويه راهي تعمل نشاط جماعي وتاخذ صور لك الاطفال هذوكم، معناها احنا مش الهدف من ذلك هو المنع في حد ذاته، راه مش كل شيء باش يصبح ممنوع. لكن الهدف هو التوعيه اساسا، انه يكون الطفل والا المؤسسه التربويه ولا الولي واعي بمدى تدخلك الطفل هذاك فين حد يقف. فهمت؟ على خاطر احنا توا ديجا حتى القانون شنو يقول لك عندنا مجله حمايه المعطيات الشخصيه الصادره في 2004 هي ديجا قديمه من 2004، حتى حد ما عنده الحق يستعمل لك صورتك، مو معناها هي قانونا غير جائزه الا بموافقتك. واضحة؟ مثلا الانستغرامز اللي تدخل الريستوران باش تصور الريستوران في حقها كان انها تصور الصحفة متاحة ووجهها، مش تصور كافة الموجودين داخل الريستوران الا في صورة بعد اخذ اذنهم. ذي رو من 2004 عندنا مجلة حماية المعطيات الشخصية تنص على عقوبة في ذلك. وعندها معناها عندنا عقوبات معناها فيها جرائم تثار في الحالة هذه، ويقع ريكلاماسيون وتمشي للمؤسسة حماية المعطيات الشخصية. واضح. دونك احنا جوست باش نفسروا للساده المستمعين، راهو لي انستغرامرز اللي يعملوا كدوره هذيك بالتليفون راهو ممنوع. عندك الحق نجم تصور على روحك في ريستوران ولا البرودوي اللي باش تعمله، تصور البرودوي اللي باش تاكله ولا باش تستعمله، وصاحب المحل اذا كان هو موافق انه يتصور. لكن بقيه الاشخاص اذا كان هما ما يعلموش بعد يلقى تصويرته ويشكي بيك راهو من حقه، حتى كان على جنب ولا مش واضحه جدا في الأغيير بلان. في الأغيير بلان أنت تحطوا هكا مضبة الصورة وغير واضحة بالطبيعة، وقت إذا كان هو غير كشف الهوية ما تخلقش مشكل، لكن إذا كان كشف الهوية هو يشكي بيك راه من حقه. واضح. خاطر احنا نشوفوا معناها ساعات يبداو يعديو في ستوري ولا حاجه ظاهرين فيها العبيد الكل معناها. طبعا هو هذيك هو فما برشا هذه المشاكل توا زادت تطورت اكثر مع الهبه هذه تاع الناس كلها، معناها ولات في ايدها التليفونات وتصور وكل شيء، فما اعتداء صارخ على المعطيات الشخصيه. فما ناس عندها مشاكل، فما ناس ما تحبش تكشف حياتها، فما ناس ما تحبش وجوهها تظهر. معناها فهمت مع شكون قاعده وين قاعده؟ فهمت؟ لازم نحترموا، تقف حريتك عند ما تبدا حريه الاخر. نرجع للصور والاطفال وغيره، احنا المتعارف عليه الحقيقه في مهنتنا على الاقل نحكي استاذه انه بيان سور لي مينور اللي هم اقل من 18 سنه ما نجموش نستجوبوهم، ما نجموش نحكي معهم الا باذن من والديهم، وما نجموش ننشروا الصور نتاعهم. دونك نرجعوا للمحاضن وغيرها، كما قلت لك اليوم الصباح عمل دوره اغلبيه المحاضن حاطين المنشور هذا، معناها هو عامني وراهو استر المنشور هذايا بخصوص المحاضن انها ما تحطش الصور نتاع الاطفال وغيرها، خاطر ينجم يهدد خطر على حياته. شوف هو بالنسبه للمحاضن هي مؤسسات تعتبر مؤسسات تربويه حاضنه للاطفال، وتقوم مسؤوليتها طول الوقت اللي الطفل هذاك في الحضانه والا اثناء ممارسه الدرس نتاعو في الوقت هذاك في المحضن، راهو الوقت هذاك هي المسؤوله عليه وتعتبر هي المسؤوله عن حمايه القاصر. انت القاصر هذاك ما تعرفش شنيا قد يعرض من مشاكل اذا كان انت باش تعمل ديفوزيون ديماج هكاك معناها. لكن راهو فما كما كنا نحكيو لي زكتيفيتي كوليكتيف مثلا، ينجم يكون هو متحصل على اذون من عند لي بارون اول ما يقع التسجيل في اول العام. لوغ دو لانسكريبسيون يعطيوهم اون كلوز في العقد يقول لهم هل تسمح معنا بالديفوزيون تاع بعض الصور اللي فيها انشطه هي بارفوار مش خايبه تشجع في الخدمه نتاعي، ونلاحظ مثلا شني كان المنيو شني فطروا شني لعبوا ونقعد مدى اهتمام المتخاس بالخدمه نتاعي. فهمت؟ هو هكا وهكا راهو ديما قلت لك المنع هوني، احنا ماذا بينا ما يمشيش لحد يعني انه باش يكون منع بمعنى انه حتى حد ما عادش يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي. بالعكس تشجع في احترام الضوابط والنظم القانونيه. انا ديما نقول اي مجال لازم اخلاقته، خاطر كي ترجعوا للاخلاق راك اوتوماتيكمون ماكش باش تعمل تجاوزات، ماكش باش تستحق تعمل كل شيء. هو كيما نقولوا سلاح ذو حدين، راهو كي تستعمل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي برشا لي
تنجم تكون مضرة، لكن إذا كان لتشجيع الأطفال ولا غيرهم عادي نتصور. أي بالطبيعة هو يلزم ديما فما لا, 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 لا إفراط ولا تفريط، ديما إن يلزم يكون فما الأكثر لهنا التوعية المجتمعية الحقيقة، يلزم يكون فما وعي مجتمعي بخطورة أصلا الأنظمة هذه الإلكترونية والمعلوماتية سرتو على الطفل، لأنه الطفل راهو ما يعرفش على روحه، أنت كتسيب له هك التليفون أربع ساعة ولا ساعة في بالك تسكت فيه، ما تعرفش عليه هو فينا سيت وش قاعد يعمل. يلزم أنت تكون مراقبة وتعرف راهو، على خطر إذا كان أنت ما توصلش لصغيرك راهو برشة صغار وصلوا في مراحل معينة إلى الانتحار نتيجة الألعاب الإلكترونية، يقعد يتبع في الأخر هك البطل بتاع اللعبة اللي هو معجب بيه ومشي في بيه وأنا نذكر فما لعبة معينة اللي توصلهم للانتحار، وكانت تونس غير في غير معناها في أحد الدول اللي تضرت من الحكاية هذه، ومنش في منقى روعة تطور التكنولوجي برشا ينتحروا على خاطر قالك اللعبة في الأخر توصلهم إنهم هما يأخذوا قرار الانتحار كأنه هو الحل لهالحياة البشرية اللي هما عايشينها. دونك راهو هو لازم التنظيم ولازم الردع ولازم التثبت، لكن هاني قلت لك ديما راهو الحاجات هذوما تكون في إطار واضح معناها. إيه دونك معنا مواطنة مشكورة جدا مدام أماني، مرحبا. عسلامة مدام. عسلامة أختي بلي. مدام فايزة أنا عندي مشكلة بسيطة حبيت نسأل عليها. أنا عندي حضانة دونك حالتها عندي 7 سنين وحبيت نسأل، يعني أنا قبل كنت نهبط في تصاور بحكم أنه دعاية ونوري يعني أنا شنية نجم نعمل للصغار شنية بي، أنا كنت وقت نهبط لهم يعني تصاور بوجههم ما كنتش نحط حتى شيء، يعني هل أنه يعاقب عليها يعني القانون بعد يعني هذي حتى لو كان أنا مثلا فسخت التصاور هذوما؟ شكرا لك. يعني تو نحكيو فيه الموضوع، نحكي فيه مع الأستاذة وتو نجاوبك. أماني تحية ليك. دونك عايشك مرحبا بيك. دونك أستاذة هذه فرضية من الفرضيات نجمو تعرضنا اللي هي أنه معناها إنسان يزاول في خدمته اللي هي جاردان دونفون، فرحان بجاردان دونفون تاعو، يهبط في صور وفيديوهات، اسكو يعاقب عليه القانون؟ شوف اليوم. بالنسبة لنا احنا بصورة هي شكرا للتفاعل متاحة السيدة اللي التحقت توا بالراديون، اللي حاب نقوله انه بالنسبة للحضانة وإلا حتى المؤسسات التربوية راهو الاشهار ذيك بتاع النشاط متاحة اللي قاعدة تعمل فيه، اذا كان هي ماخذة ترخيص من الاولياء معناها انا الولي ما وجيبش يعمل لي انسكري ويقول لي راهو ولدي باش يلتحق عندك بالحضانة باش يقعد عندك من الوقت الفلاني للوقت الفلاني، نقول له راهو انا يلزم يكون عندها ترخيص كتابي من عند الأولياء في إنها تنجم وقتها يعفيها القانون من وقتها يعفيها، لكن تكون هي زادة محترمة للنظم القانونية إنه هك تصور ذوكم ما يكونوش تصور مثلا مخلة بالأداب وإلا في وضع مش عادي، ولا يعني تابع الخدمة متاحة بشكل محترم عادي نشاط جماعي اللي يا أخي احنا وإحنا صغار ما كناش نتصوروا في آخر العام وفي وسط العام وجينا المتفقد ونقفوا بحذيه يعني هذا موجود من قبل، لكن لهنا هي لي تحمي نفسها باش تحمي روحها من اي مسائله تاخذ التصريح تعمل فورمولير بتاع تصريح معناها كتابي يمكنها من انها ما يسالش معناها يخليوها في تصاور ولادهم وتكون هذه ضمن الوالدين الولي يعني من اللي عنده الولايه كوسوا باش يكون الاب او الام او الام او الاثنين مع بعض. واضح. دونك نحكيو شويه على وضع الطفل اليوم التونسي في القانون، هل يحمي اليوم شنو الحمايه؟ خاطر لا ماجوريتي ما يعرفوش القانون شنو أعطى اليوم للطفولة في تونس، لكن هو النصوص غنية جدا يذولي مدام ألفا. المسكوت عنه أكثر أكل الأطفال اللي يتعرضوا للتحرش، أكل الأطفال اللي يمشيوا ضحية مثلا ابتزاز جنسي أو ابتزاز إلكتروني، اليوم القانون كيفاش يعطيهم حقهم؟ بهي بالنسبة للطفل أني قلت لك هو الطفل كان جد عنده وضع قانوني جد مميز معناها وعنا زخم تشريعي راه فيما يخص حماية الطفل بصفة عامة، عنا مجلة حماية الطفل اللي تحكي على حماية الطفل معناها اللي صادرة سنة 1995، عنا كذلك القانون متاع حماية المرأة والطفل بتاع 2017 اللي أضاف معناها لأنه جرائم المثارة ضد الأطفال عندها
معناها هياكل خاصة بها وإنها جرائم اللي تثار ضد الأطفال كذلك ما تحملش نفس طابع العقوبة اللي ضد الشخص الكامل الأهلية، خاطر بالنسبة ليه الطفل هو فاقد الأهلية. واضح دونك. وعندنا المرسوم متاع 54 كذلك اللي أضاف كل الجرائم الإلكترونية اللي تمس من الطفل على المستوى الجنسي اللي هي تكون اللي يكون عرضة للتحرش الجنسي أو الابتزاز الجنسي، وأعطاه الحقيقة عقوبة جد صارمة 6 سنوات وخطية مالية ب 50,000 دينار. هذا في الابتزاز الإلكتروني. هو باش نكونوا واضحين مع النص، هو قال بالنسبة للتحرش الجنسي، ولكن النص راهو معناها أنت والحالة اللي تجي دونك يكيف حسب الحالة، فهمت؟ خاطر هو طفل إذا كان أنت باش تحطه في صور مخلة بالآداب وفيها إيحاءات جنسية باش يكون بطبيعة أنه هو تحت طائلة الفصل ذاك، ويكون معناها المقترف في الفعل هذا يعرض روحه لعقوبة 6 سنوات سجن كاملة. 6 سنوات في حالة مثلا جزء التحرش، معناها محاولة انه يبعث له صور هو راهو شوف هو التكييف كيكة انت وكل انت والقاضي وانت وضعية الملفات، لكن هو لهناك يحط لك هكا معناها انت باش تفهم انه التلاعب مع صور القصر بصفة عامة راهي ماهيش سهلة، راهي ماهيش كيما الاداب العامة ولا الانستغرام. معناها التلاعب مع صور القصر معناها ان انت تستعمل طفل الغاية منها هي الغاية الجنسية، يعني الصور نتاعو تبوبها لحاجات كيكة والا تحطه في مشهد جنسي ولا إيحائي يوحي بالفحش وكل شيء، والصغيرة ذاك تستخدمه كوسيلة في وسط الحكاية. دونك هذه هو معناها فهمت راهو يتجاوز معناها أقوى من أنك باش تصير ضده جريمة مثلا الاعتداء على الأخلاق الحميدة وغيره، هي الخطأ ذكرت الأخلاق الحميدة متاع الفصل 226 مكرر من مجلة الجزائية يحكي على 6 أشهر سجن فقط، واعتبرها جنحة. ما هي دي راهي ولاد جناية ب6 سنوات هي جناية، فهمت؟ دونك احنا بالنسبة لنا الطفل في تونس راه عنده زخم تشريع قوي، عنده حماية خاصة به، لأنه الطفل معناها هو أكثر إنسان فئة هشة يعتبر، هو الفئة اللي قد يتم التلاعب بها. وساعات والديه ما ينجموش يكونوا هما السند، خاطر مانك متاع معرفة أو ظروف اقتصادية وتلقاهم مش قارين باغ اكزامبل. دونك صحيح هو الطفل اون جينيرال راهو اللي يخليه ديما هو هش نقص أول حاجة التمييز والإدراك، خاطر هو ماهوش في مرحلة اللي نجم يعرف ما هو خطأ وما هو صواب أولا، وثانيا لأنه هو شخص قد يتأثر ياسر بالمعطيات المادية وإلا حتى من أنه يغزر صاحبه شني عنده آيفون وعنده تصاور وعنده ما نعرفش. دونك راهو الطفل عنده معناها أرضية قادر على انه هو اصلا يكون سوبل في التعامل وسوبل في انك انت تتلاعب به، معناها صغير تقول له تنجيب لك حاجه وبعد ما تجيبها له وشو فهمت معناها سهل الابتزاز، خاطر هو بيدو هذايا مفهوم معناها فهمت. وهو انا قلت لك راهي لهنا معناها عندنا برشا هيك زاد، احنا ما ننساوش انه في تونس عندنا مؤسسه مندوب الطفوله اساسا مهمه جدا، اي مندوب الطفوله في الطفوله المهدده والطفوله الجانحه ونلقاها في الولايات الكل، معناها الاشعار ولا الاشعار في مندوب الطفوله موجود بارتو سورتو عندهم مشاكل الحضانات ولي جاردان دونفون وهذومك لي زيكول بريفي، واحد ديما تلقاه مندوب الطفوله يتبع اي ريكلاماسيون اي اشعار يجيه يوليه اهميه مطلقه ويحل فيه بحث ويثبت ويحيل اذا كان فما ملف للاحاله يحيله على قاضي الاطفال وما الى ذلك. يعني راهو في تونس نجم نقولوا الحمد لله مؤسساتنا موجوده معناها لحمايه الطفل، والاكثر راهو اذا كان احنا نحبوا على مجتمع سوي لازمنا نخدموا على التوعيه منذ النشأ. راهو النشأ اذا كان ما انت ما ترجعلوش المبادئ والقيم وتركز له في انه احنا دينك الاسلام وهنا اصلك العربيه وانه راهو باش تلقاها مشي وهز التيار. دونك الهويه هي اكثر حاجه انا نتصور انه تخدم عليه. صحيت المواد الاجتماعيه يلزم يكون عندها ضرب قوي، ويلزم انه يكون فما نوادي ثقافيه معناها تحكي وتذكر معناها، وحتى الاولياء تكون عندهم معناها الشيء هذا يكون موجود وراسخ في اذهانهم باش يطلعوا صغار يكيلي بغي معناها فهمت. خاطر تو عالم الصوره الرقميه المتحركه راهو حتى انت كي تشد التليفون اكثر من نص ساعه راسك يوجعك كي دي صغير معناها لي فيبراسيون وتصاور الواحد فهمت. شكرا ليك استاذه، ميرسي بوكو. ميرسي بوكو الناس الكل، شكرا ليك سفيان بوهليل في الاخراج، ميرسي اماني الرياحي في الاعداد، شكرا ليك سفيان لكحل في الاخراج الرقمي. احنا نتقابلوا غدوه في حلقه اخرى ومواضيع جديده في من تونس. ميرسي بوكو، باي باي. IFM مغرومة بيك
والكيت ما يتنحاش من وذنيك، اتبع الأخبار والسبور والفن والبوليتيك، وما تحب تفلت شيء في الإذاعة الأقرب ليك، اشترك من توا في الصفحة الرسمية لإي اف ام على الفيسبوك. المقالات، الصور، الفيديوهات واللايف من الصباح لليل من تليفونك ولا على البيسي، باش تلقى الرسمي في الصفحة الرسمية على الفيسبوك لإي اف ام. أحلى راديو إي اف ام من تونس، من الاثنين للخميس من مدي ساعتين المثلثة مع فايزة العرفاوي على إي اف ام. أحلى راديو.